اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نبدأ نتواصل معكم عبر صباح الشروق بعد هذا اللحن الصباحي الجميل. وعدد من الضيوف الاعزاء كما ذكرنا حينضمون تباعا داخل الاستديو لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة. اهلا بك حسام مره ثانيه، اهلا بكل متابعينا اللي بيتابعونا على امتداد بث قناه الشروق في هذا الصباح تحديدا. وزي ما ذكر حسام حنتواصل معاكم ومعانا عدد من الموضوعات المختلفه، خصوصا يمكن في كثير من الناس بيكون داير يعرف حقه في الحياه، وفي كثير من الاشياء بتكون في حياتنا احنا بنمارسها لكن ما عارفين حقوقنا فيها. اليوم احنا يعني بكل السعاده حنلتقي بالاستاذه حريه اسماعيل عبد المحسن، وهي رئيسه المفوضيه القوميه لحقوق الانسان. احنا بنرحب بها في هذا الصباح، نقول لك صباح الخير عليك. اهلا، صباح النور، كيف الحال؟ كل عام وانتم بخير. حبايبي الله يبارك فيك. زي ما ذكرت منى، انه في ناس كثيرين جدا بيكونوا عاوزين يعرفوا حقوقهم في الحياه، في ناس كثيرين جدا عاوزين يعرفوا انه كيف الحقوق دي ممكن تجي، وشنو هي الاجسام المنطبيه انها توفر هذه الحقوق وتكون موجوده للاشراف. عشان كده خلينا ناخذ على اسم بيتردد كثير جدا في اذان الكثير من الناس، ودائما بنلقاه في كثير جدا من الموضوعات المهمه اللي هي المفوضيه القوميه لحقوق الانسان. خلينا ناخذ عنها اضاءه، وكل المشاهد اللي بيتابعنا الان عبر صباح الشباب يكون معنا في الصوره. طيب بالنسبه لحقوق الانسان، يعني لو رجعنا لورا، هي طبعا ظهرت في 1948 كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان. نعم. وتبعته اتفاقيات دوليه متعلقه بحقوق الانسان، يعني سنه 1966. يعني الكلام ده بعيد شديد، لكن العالم بعد الحرب العالميه الثانيه شاف الاجرام وشاف الموت اللي كان كثير، حبوا يضعوا ضوابط لحقوق الانسان. فالدول وضعت معايير لحقوق الانسان، كان في العهد الدولي لحقوق الانسان السياسيه والمدنيه سنه 1966، والعهد الدولي لحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. من الوقت ده الحقوق دي عدت حقوق للانسان، لكن كان تطبيقها في كل الدول ما بنفس المقادير اللي في الدول اللي تقدمت وقدرت استوعبتها في تشريعاتها وعملت بها. فكان في التسعينات في نداء ان يكون في مؤسسات وطنيه لحقوق الانسان في كل الدول العالم هي منظميها تراقب تطبيق الحقوق دي، يعني كاداه على اساس انه ستيل في دول ما قادره تطبق الحقوق دي زي ما ظهرت في المواثيق الدوليه. فطالبوا بكل الدول ان يكون في مؤسسات وطنيه لحقوق الانسان، وفي دول سمتها لجنه وطنيه، وفي دول سمتها مفوضيه، والسودان كان نصيبه انه يسمي المفوضيه القوميه لحقوق الانسان، وصدر بها انشاء في الدستور الانتقالي 2005 للسودان انه تنشا مفوضيه لحقوق الانسان، وهي تعمل بالمعايير الدوليه لحقوق الانسان، وهي اتبعت في تشريع الصدر 2009 معايير حقوق الانسان الدوليه اللي تم اعتمادها من جميع الدول الاعضاء في الامم المتحده 1991، وسميت بباريس لانها اعتمدت في باريس. يا سلام. اللي هي معايير الدوليه بالنسبه لمفوضيه حقوق الانسان. انا عرفت انك انت التحقتي في العام 2017 تقريبا، وبداتي انك تدخلي في هذا المجال يعني بكل همه زي ما انت تحدثتي. خلينا نتكلم اذا فعلا ده كان باب دخولك لهذه المؤسسه، خلينا نتكلم عن المهام اللي بتقوم بها هذه المفوضيه وبتخدم بها المواطن السوداني عشان يعرف حقوقه كامله. طيب، المفوضيه طبعا بتعمل بموجب قانون، والقانون واسع السلطات والصلاحيات زي ما قلت لكم، مبني على مبادئ دوليه اسمها مبادئ باريس. اول حاجه المفوضيه منظمها تراقب كل انسان، اي انسان في السودان، كل السودان، تراقب تطبيق الحقوق اللي هي وارده في وثيقه الحقوق في الدستور الانتقالي، عباره عن 20 او اكثر من 20 ماده تتعلق بحرية الصحافة، حرية النقل، حرية التعبير، حق الحياة، حق التعليم، حق الصحة. يعني أنا يمكن ما أقدر أذكر لكن هي 20 ما تتعلق بالحقوق، حق نشر المعلومات اللي حسب ممكن تكون إكويفالنت أو يعني زي مثلا الناس بتقول إنترنت، لكن يا أخواننا كل الحقوق في كل العالم لا تمارس إلا مقيدة. يعني الناس زي ما بتفكر إنه أنا فري أعمل أي حاجة، لا، انت عندك حدود، ما في حريه مطلقه، ما في حريه. نعم. مطلقه. فانت القيد اللي بيقيد الحقوق دي القوانين. صحيح. يعني انت مثلا قلت انت عندك مطلق الحريه تو موف اللي هو تتحرك، وكان يعني حس الحدث انه الناس تتحرك في الشارع في اي وقت. طيب. صح. انت لو عايز تتحرك، لو انا عايز اقفل الشوارع، لا يجوز قفل اي شارع الا بقانون، وقانون يصدر من الجهه المعنيه بهذا الامر. في نفس الوقت عندها شرطين، لازم يكون في قفل الطريق للصحة العامة والسلامة.
فدي الحقوق زي ما قلت لك بتتقيد بالقانون. حق الحياة طبعا أي شخص يجوز له أنه يعيش حياته، لكن متى مقيد بشنو؟ تسحق روحه لما هو يقتل شخص، أنا هضطر أقتله، يبقى هو ما ممكن يعيش طوالي فور إيفر. يعني ألقيت أنك أنت لو ارتكبت جريمة قتل وثبتت أن أنا حسحق يا إلا يعني بالحق، ما انا حاخد حق شخص ثاني، يعني انت اذيته او انت يمكن قلت القتل. جميل. في 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 ذهن المشاهد البسيط اللي بتابعنا الان انه كيف المفوضيه دي بتقدر تؤدي كل هذه المهام عشان ما تحصل وتصل لنقاط بعيده جدا ونسب عاليه جدا في حقوق الانسان. طيب. ذكرنا في واجبات كثيره جدا بتقع عليها، عشان كده خلينا نتسال عن اليات عمل المفوضيه وكيف التنسيق مع الاجسام السياديه المختلفه. طيب المفوضيه ما عندها اداه تنفيذ، لكن المفوضيه تنصح الدولة وتنصح الحكومة. يعني إذا حصل أي انفلات زي الانتهاكات الأخيرة اللي حصلت دي، طوالي من واجبي أقول للحكومة لازم تحققي في الحاصل. وده قد حدث، يعني إحنا في أول يوم فك الاعتصام طلعنا بيان، طوال المفوضية طلعت بيان استنكرت تفضل الاعتصام بالقوة الجبرية، ودعت الدولة إنها هي ودعت المجلس العسكري فورا يتخذ قرارات للتحقيق. والمجلس العسكري بدوره قام فعلا عمل لجان تحقيق، واحنا طبعا ما بندخل في لجان التحقيق لانه نحن منظمين المفوضيه تعرف حق الانسان، احنا مستقلين. فنحن بدورنا برضه عملنا لجنه بتاعه تقصي حقائق لاننا جهه مستقله وجهه محايده، واحنا بنراقب، يعني انا براقب المحاكم في تطبيق لحقوق الانسان، براقب المحكمه الدستوريه في تطبيقها، براقب النيابات في تطبيقهم لحقوق الانسان، لانه اي انسان لازم يكون عنده محامي يجي يكون يحضر، لازم محاكمات عادله، ده كله مناط بالمفوضيه. المفوضيه ايضا مناط بها تسعى في تعديل التشريعات اللي بتنتقص من حقوق الانسان. صحيح. المفوضيه مناط بها تطلع تقارير دوريه سنويه، بتعمل تقرير في الدوله هنا وتقرير بيمشي للامم المتحده. المفوضيه يعني زي ما قلت لك عملها كبير، هي عين الانسان، عين الدوله للانسان، يعني هي ذاتها بتحفظ للدوله مع وجهها. لانه اذا دوله صنفت في لجنه اسمها لجنه تنسيقيه في الامم المتحده بتصنف الدول، وانس السودان تصنف دوله أخذت التصنيف اسمه ألف أو إيه أو بكده، إذا أخذت التصنيف ألف تعتبر دولة في العالم تراعي حقوق الإنسان. لكن بيطلبوا منا شنو؟ تشريع منضبط، تشريع مبني على دستور، مراعي لكل المطلوبات بتاعة باريس برينسيبلز اللي هي مبادئ باريس، اللي هي إنه المفوضية محايدة، الناس المعينين في المفوضية محايدين وكمان هم في كل السيكترز بتاع المجتمع المدني وكل القطاعات، أنت بتاخدهم ناس عندهم إلمام بمعلومات عن حقوق الإنسان. ما أنا إذا ما كان الزول أو الشخص الموجود في المفوضية دي محايد، أنا ما حقدر أضمن إنه ده حقي. أيوة. فإحنا كده بنتكلم في الإطار المحلي وعن حقوق الإنسان محليا داخل السودان، دوليا كمان عندها دور. ومفروض زي ما أنت قبل شوية تفضلتي وتكلمتي إنه لازم احنا نكون داخلين في الاطار بتاع يعني مفوضيه حقوق الانسان وفي وبالقانون. خلينا نشوف التعامل دوليا بيتم كيف في مؤسسه او في منظمه حقوق الانسان. طيب بالنسبه للمفوضيه السامي في حقوق الانسان طبعا في جنيف بتتلقى تقارير من الدول، تقارير حكومه. المفوضيه القوميه لحقوق الانسان بتعيد تقرير بيسموه تقرير موازن لتقرير الحكومه. ويعني بعد كده بيجوا الشادو ريبورتس اللي ما بسموها تقارير الظل، منظمات المجتمع المدني ايضا بتعيد تقارير. اذا المنظمات الدوليه دي شعرت كل التقارير اللي تقدمت دي ذاتها ما قدرت تستقي منها الحقيقه، بتطلب من وكالاتها، مثلا انت عندك هنا اليو ان دي بي اللي هو البرنامج الامم المتحده المائي، عندك منظمات اليونيسيف فيما يتعلق بحق الطفل. يعني فدائما تلقي المفوضيه السامه لحقوق الانسان عايزه المعلومات الصحيحه والحقيقيه، لانه في اتفاقيات دوليه الدول اعضاء فيها. يعني مثلا احنا السودان منضم ل 5 اتفاقيات دوليه في حقوق الانسان، وحقوق الإنسان اتفاقياتها زي باكيج، يعني زي حزمة عبارة عن 9 اتفاقيات. السودان منضم لخمسة منها، يعني أنا ممكن أذكر منها سنة 65 السودان انضم للاتفاقية المعنية بعدم التمييز العنصري. سنة 65 انضم للاتفاقية دي. في سنة 1986 انضمينا للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وانضمينا للعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جينا انضمينا للعهد للاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الطفل. صحيح. وانضمينا للحقوق المعنية بالديسابيليتيز اللي هم الناس المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح.
انت طالما انضميت لاتفاقيات زي دي مساءل انت يعني لاي مدى انت وامتى تشريعاتك تستوعب نصوص الاتفاقيات الدوليه دي، وهل انت فعلا استصحبتها في تشريعاتك من قوانين ومن سياسات في دولتك وضعتها عشان تستوعب ما جاء في مضمون هذه الاتفاقيات. نعم. فضلينا 4 اتفاقيات احنا كمان منظمين في اختصاصاتنا في المفوضيه نشجع الدوله تنضم للاتفاقيات دي باعتبار احنا الفوكال بوينت او احنا نقطه ارتكاز الاتفاقيات دي، من ضمن اتفاقيه مهمه شديد اللي هي مناهضه الاختفاء القسري. لازم يكون في حمايه الاختفاء القسري. عندنا مناهضه التعذيب من اهم الاتفاقيات المفروض تنضم لها السودان، انه ما انسان يتعرض لتعذيب لانه دي واحده من حقوق الانسان، انسان ما يتعرض لتعذيب ولا الا زي ما قلت لك يعني في زي لو في بعدين القوانين وضعت قيود. بعد كده انت عندك اتفاقيه معنيه بتمييز ضد المراه، طبعا معنيه بسيداو مشهوره بكلمه سيداو انه ما يحصل تمييز للمراه، رغم انه الاتفاقيات الدوليه نصت على المساواه بين الرجل والمراه في الوظائف، في ما في يعني ما في انت تميز بين اللون والجنس والثقافه والتخلف. التفرقة يعني وانس المرأة والرجل تقدموا لوظيفة يخضعوا لنفس المعايير للقبول، يعني ما ترفض امرأة حسب يعني الكفاءة، الكفاءة المعايير الكفاءة. يعني احنا فترة من الفترات في القضائية ما كان استوعبوا سيدات، مع انه المرأة في القضاء اثبتت جدارتها، يعني القضاء في العالم العربي كله ما كان في سيدات قاضيات، اول امرأة سودانية كانت قاضية سودانية. نعم. يعني مثلا زي ما قلت لك في بعض الدول اسرائيل مثلا اتحفظت انها وقعت على سيداو اللي هي المعنيه بالتمييز ضد المراه، لكن عارفه اتحفظت على شنو اسرائيل؟ اسرائيل قالت ان احنا ما بنجعل السيدات قاضيات، مع انه احنا شوفي احنا كمسلمين وضعناها في محلها وضع. وبعدين بعدين المعيار شنو يا اخوان؟ المعيار الكفاءه، يعني انت انا لو ما كفأة في بغض النظر عن انثى او يس ده طبعا يعني. المطلوب في كل لازم يكون في مساواه، يعني اما التمييز الايجابي ده يعني منصوص عليه في الدساتير للمرأة، لأنها بتجيها ظروف بتوليد عايزة إجازة، ما ممكن أنا يعني أجي أدي الزوجة إجازة للوضع، يجي الراجل يحتاج يقول لها اديتوها، لأن ده تمييز إيجابي وده ظرف البيولوجي اقتضى إن هي تأجز لأنها هي تضع هي، لأن لو أجزت وأنا كدولة وقفت معاها في المجال ده ما هي حتنجب طفل، والطفل ده عايز تربية وعايز عناية، لأنه الطفل ده لو ما نما سوي ممكن يوم يبقى رئيس جمهورية وممكن يوم يبقى زول متشرد. صحيح. فيعني انت لازم تراعي التمييز الايجابي في مجال بس التسوية المساواة بين الجنسين. من خلال حديثك ذكرت انه موائمة التشريعات لكل هذه الاتفاقيات. يس. وضعنا كيف حسب قراءاتكم ومتابعتكم الان في السودان؟ هل انتم راضين عن هذه الموائمة لكل التشريعات ام لا؟ والله يعني انا طبعا مستشارة كنت في وزارة العدل اكثر من 35 سنة. نعم. احنا عندنا ادارة قوية في ادارة التشريع، يعني انا ممكن اقول لك يعني ممكن يكون كم 80% التشريعات مستوعب حقوق الانسان، لكن ستيل في تشريعات لازم تتعدل عشان تتوائم مع حقوق الانسان. يعني مثلا كان عندنا قصه الجريمه الارهاب والعبادات الجماعيه اللي هي السودان كان انضم لاتفاقيات اسمهم الاتفاقيات الاربعه اسمهم الانترناشونال هيومانيتيريان اللي هو القانون الدولي الانساني اللي هو متعلق بالحروب. فقانون الجنائي عدل واستوعب متطلبات الاتفاقيات اللي انا انضميت ليها، فانت متى ما انضميت لاتفاقيه دوليه لازم تستوعب نصوصها، تعملها دومستيكيشن يعني تعملها شو تستوعبها في تشريعاتك. ليه؟ لانه القاضي لما يجي ينفذ القانون وتجيب قضيه قدامه عايز يرجع للماده في التشريع الوطني على صحيح. اساس انه ينفذ بها القانون بتاعه. صحيح. وممكن احنا ندمج بند مع بند، لابد انه يكون هي الماده ذاتها نازله في المكان بتاعها وفي في تحديدها. خلينا برضه نتكلم عن حاجه مهمه جدا انت تكلمت عنها، عن حقوق حمايه الاسره والطفل، حقوق ذوي الاعاقه. انا دايره اعرف هل فعلا هذه الحقوق وهذه القوانين هي مفعله؟ لانه فعلا هي دي الشرائح اللي احنا ممكن نستند عليها اذا كان الطفل او ذوي الاعاقه اللي احنا دائما بنسميهم هم اصحاب القدرات والتحدي. ايوه، يعني كان برضه في دور كويس من في الفتره السابقه، انه بعد ما السودان انضم للاتفاقيه دي ادوهم نسبه في التوظيف، لكن هل يعني براكتيكال عمليا استوعبه؟ يعني المفروض انت تستوعب نسبه معينه من ذوي الاعاقه لو انسان مؤهل. يعني انا لو زول مؤهل جاني ذوي اعاقه ليه ما استوعبه؟ حتى لو استوعبته مثلا شخص يعني معاق ما قادر يمشي،
منظمي في مؤسستي اعمل له مثلا ممر يمشي فيه. صحيح. يعني انا ذاتي في المؤسسه ما بس اوظفه، استوعب الحاجات وهي البيئه، هي له بيئه لعمله على اساس انه يوصل لعمله. شخصي مثلا ما عنده يدين لكن عنده عقليه، انا اجيب له سكرتاريه تكتب له، يعني في اشياء هي دي بتكون شنو بوليسي السياسات. فيعني ان شاء الله يعني في الفيوتشر الاشياء دي تستوعب في كل العالم، الناس بعد ما انضمت الاتفاقيه زي استوعبت. يعني حسي احنا عندنا بعض المعاقين في الوزارات معينين، يعني بعض منهم معينين، لكن هل لكن الغالبيه لا يحظوا بوظائف، يعني قد يكون مثلا انا كنت بنطالبهم يجوا مثلا يتقدموا لنا في حقوق الانسان، عشان احنا نناشد الجهات دي انه هي لازم تستوعبهم طالما هو انسان كفء وقادر يقدم يكون عنده عطاء. نعم. الجانب الثاني من التساؤل منى، يعني الطفل تحديدا والمتابع في السنوات الاخيره، هناك عدد ايضا من التشريعات الجديده من القوانين وقانون الطفل الاخير ايضا. يعني كويس قانون الطفل الاخير طبعا حد يعني المفروض الاطفال دون ال 18 لا يتجندوا، يعني في حاجات كثيره للطفل المفروض تسعبها. الطفل دون ال 18 لا يقتل، يعني في حقوق للطفل المفروض تسعبها. في قانون الطفل قانون متوائم مع 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 الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل. فيعني طالما تحدد سن الطفل انه الطفل لحد 18، اقل من كده هو طفل، يجوز انه ما يتعرض يعني يعدم. يعني في اشياء مربوطه بالعمر بتاع الطفل. استوعبت القانون استوعب انه عمله للطفل نيابه وللاسره والطفل، يعني السياسات في المجال ده متوائمه مع جاء في الاتفاقيه الدوليه لحقوق الانسان، وفي نفس الوقت القانون بتاع الطفل. فعلا هو قانون الطفل قانون مهم جدا، لانه احنا قبل قلنا اطفالنا هم اكبادنا واحنا بنستند عليهم في المستقبل. صح. ويعني دائما بنكون حريصين على حقوقهم في كل المجالات لحد ما يكبروا. ويعني احنا برضه من صلاحياتنا، ما عايزك تحديثك ده ما يمنع انه احنا برضه نراجع التشريعات حتى الموجوده الحاليه ونشوف هل هي فعلا استوعبت كل ما جاء في الاتفاقيات الدوليه، لانه ده دورنا. واذا شوفي اذا مثلا مجلس المجلس التشريعي مثلا اصدر قانون، طيب المجلس التشريعي اذا اصدر قانون، انا منظمي بموجب صلاحيتي في القانون اطلب منه يعدل الفقرات اللي هي متناقضه مع حقوق الانسان او مقيده لحقوق الانسان او هي مخالفه لحقوق الانسان. ده دور المفوضيه، يعني بنراجع التشريعات لازم نتاكد منها كلها استوعبت ما اتفاقيات. طبعا انت لازم الاتفاقيات اللي دخلت فيها، يعني انت منظمك تستوعب اي اتفاقيه دخلتها. والدستور 2005 الانتقالي ايضا ذكر قال اي اتفاقيه تتعلق بحقوق الانسان السودان ينضم لها، بقت جزء لا يتجزا من تشريعات السودان ومن الدستور. طيب احنا سعدنا بهذا الحوار، وعندنا محور اخير كذا قبل انت في دخلتك قلتي حتى قفل الشوارع لابد من انه يكون عندها قانون وكذا. دارين نشوف فعلا في شكاوى وصلت. ايوه احنا تقدموا لنا، يعني تقدم لنا محامي عن مبادره انه هم تأذوا شديد من قفل الشوارع والمتاريس. حقوق الانسان في الوثيقه حقوق الانسان طبعا ينص على انه الانسان المواطن يحق له حريه التنقل، ولا تتقيد حريه التنقل الا بقانون مراعي السلامه العامه والصحه. في نفس الوقت الانسان عنده حريه يسافر ويرجع بلده، ايضا لا تتقيد هذه الحريه الا بضوابط قانونيه. يعني مثلا انت ما معناته انت تسافر في اي وقت تقول انا عايز اطلع، ممكن تكون انت زول متهم بجريمه يوقفوك في المطار، هنا انا بقيد حريتك بقانون. صحيح. فتقدموا لنا الناس المحامي إنابة الدكتور ناجي اسمه إنابة عن مواطنين تأذوا شديد من المتاريس وكذا، واحنا يعني نظرنا باعتبار ان هي هل هي فيها مخالفه او انتهاك لحقوق الانسان، لأنه جابوا شكاوى عدة ولسه ما زالت هي طور التحقق عندنا. لكن هل هي موضوع لها قانون يعني أو مادة معينة؟ لا، ما في مادة في حقوق في الوثيقة حقوق الإنسان تنص على إنه الإنسان عنده حرية مطلقة في التنقل، لكنها مقيدة بقانون. صحيح. يعني ما أنت مفري، لكن قفل الشوارع ذاتها وضع متاريس دي طبعا ممكن تندرج تحت قانون الجنائي، وانك انت احتجزت الناس احتجاز غير قانوني بمواد القانون الجنائي. وضعت الان المتاريس في الشوارع، تم الوصول اليكم
من قبل محامي عن مواطنين بشكوى. أيه. شنو الرد المتوقع؟ انت قلت لي استنى احنا في تداول. الرد المتوقع احنا يعني اول حاجه ان احنا يعني ناشدنا وعملنا بنعمل خطاب، طبعا احنا منظمين ننصح القيادات العليا، فعدينا خطاب ان شاء الله لمدير الشرطه، ونحن برضو يعني بنقدر الجهود اللي بذلتها الشرطه وبذلتها الاجهزه العليا انه يزيلوا المتاريس، وهم طلبنا منهم مواصله في جهودهم المقدره دي انه تزال كل المتاريس من الشوارع الفرعيه، يعني قد يكون اغلب الشوارع الرئيسيه تم ازاحه المتاريس عنها، لكن قد يكون ما كلها، لكن طلبنا منهم ما تبقى من الشوارع الرئيسيه ازاله المتاريس، والمتاريس في الشوارع الفرعيه طلبنا منهم يعني متابعه لجهودهم، مواصله لجهودهم انه يعملوا على ذلك، والخطاب في طريقه لمدير الشرطه ان شاء الله. وده كان بمثابه انه ده القرار الفعل اللي اتخذناه او القرار اللي اتخذته المفوضيه، لانه احنا مناضبين نتخذ قرار مناسب في اي شكوى تقدم لنا اي مواطن، نتقبل شكاوى طبعا من المجتمع المدني، من اي فرد، من اي منظمات حقوقيه، نتلقى شكاوى من كل الافراد والمجموعات. يس. رئيس المفوضيه القوميه لحقوق الانسان الاستاذ حريه اسماعيل محمود الحسن، شكرا لتلبية عبد المحسن، شكرا لتلبية الدعوة وحضورك معنا عبر صباح الشروق، شاكرين لحضورك معنا. شكرا لك، الله يبارك فيك. شكرا لك. إذا حسام حنتواصل أكيد معك.